جاء شخص من أصحاب الإمام الصادق اسمه سدير، بيجي عند الإمام الصادق عليه السلام. يقول سدير للإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، يقول له ويسأله أن يتزعم الثورة، أن يقود الثورة، أنه هلأ الناس ثائرة ضد النظام الأموي، مولانا انهض قم قد هذه الثورة. يقول له الإمام ولما يا سدير؟ يقول سدير لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك، والله لو كان لأمير المؤمنين عليه السلام ما لك من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع فيهتين ولا عديه. هذا التصوير المشهدي اللي عم يوصفه سدير. سدير شخصية محترمة، شخصية واعية، عم يوصف المشهد في زمن الإمام الصادق إنه في كثرة شيعة، وهذا واضح بالتاريخ، لأن البديل في ذهن المسلمين وقتها عن الحكم الأموي هم أهل البيت. فبيقول له لكثرة مواليك، لكثرة شيعتك. بس بيتفاجأ إنه الإمام الصادق عليه السلام بيطلب منه العدد، بيقول له وكم عسى أن يكونوا. بيتأمل سدير بيقول له 100,000. 100,000 وقتها عدد كبير جدا. بيقول له الإمام وهو متعجب 100,000؟ بيرد عليه سدير بيقول له نعم 200,000. مش 100,000، 200,000. شو 200,000؟ بيقلب النظام كله وقتها. بيقول له الإمام و200,000؟ سدير بيقول له نعم ونصف الدنيا كلهم شيعتك مسلمون، الجو العام لألك يا مولانا، قوم ثر قد قم. الإمام بيسكت، بيروح بيمشي وياه في منطقة اسمها ينبع قريبة من المدينة. بيوصل الإمام إلى قطيع من الجداء الغنم، واحد عنده إياه القطيع، بيطلع بسدير بيقول له والله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعنا البعد. شوفوا هلأ وين سدير عم يحكي عن الشيعة، وين الإمام الصادق عم يحكي عن الشيعة. سدير عم بيقول له شيعتك نصف الدنيا، الإمام الصادق بيحكي وهو عم بيطلع تقريبا 70 غنم، مش إنه قطيع ضخم يعني، حوالي 70 من الجداء، لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعنا القعود. هون بدي أقول إنه الإمام الصادق لما يحكي عن الشيعة بهذا العدد ما هو مقصوده من الشيعة؟ هو ما عم يحكي عن الشيعة الحد الأدنى، عم يحكي عن الشيعة بمرتبة من المراتب. هو ما عم ينفي تشيع الكثيرين، منه سلبي بالنسبة للكثيرين، هو عم يحكي عن الشيعة الذين يعتمد عليهم في إقامة الحكومة الإلهية. هو عم يحكي عن الشيعة الذين يشكلون القاعدة لإمامة الإمام. من هم الشيعة الذين يشكلون هذه القاعدة؟ هذا السؤال بالنسبة إلينا ضروري جدا وهام جدا، لأننا في عصر الغيبة، لأن الإمام المهدي عليه السلام ينتظر الشيعة بالمعنى الذي يقوله الإمام الصادق عليه السلام.